في حاجة مهنة تانية أنت ما ذكرتيها، يعني اه دي حاجة كده أنا بحب تنظيم المهرجانات، يعني زي تنظيم مهرجان ونير ده حسيت إنه أنا يعني بقدم حاجة إنسانية قبل إنها تكون هي مهرجان، لأنه أنت مثلا تنظيم المهرجانات أنت عارفة لو حضرت أي مهرجان في العالم بيكون في أماكن مخصصة في آي بي، بيكون في مكان مخصص للجنة الحكام، في مكان مخصص للجمهور، فأنت ده بتكون شغل بتساعد شاق، يعني شغل شاق وصعب ومحتاج تفاصيل ومحتاج وبتضيف مع المتسابقين. والله انا ما جاي هسه زي انا جاي في الشارع كان في زحمه وتاخرت عن زمن البرنامج وبعتذر لكم على الهواء. يلا نعم بتحصل في مهرجان ونير مثلا بيكون في متسابق يقول لك والله انا ما بقدر اجي، ليه الحاصل شنو؟ والله انا متاخر في الشارع وزمن المهرجان جو وانا ما مستعد. يا اخي انت تعال، انت لما تيجي وتشرب لك قهوه وتشرب لك مويه بارده كده حتركز وحتمشي، انت بتقدم دعم جانب نفسي، انسان. نعم ايوه دعم معنوي. الدعم المعنوي اكثر من اي حاجه ثانيه. كل التخصصات اللي انت ذكرتيها دي، يعني نحن في زمن الصحفي الشامل، الصحفي الشامل هو اللي بيصور، هو اللي بيمنتج، هو اللي بيبث عبر تليفونه. انا ما اعتقد انه الاعلام حاليا اصبح هو التلفزيون القنوات الفضائيه، الاعلام هو اصبح التلفون الذكي، من خلال تلفونك الذكي انت ممكن تصور الحاصل في لحظه، يعني تصور الحدث تمنتجه وترسله في كسر من الثانيه، العالم كله يشوفه ويكون فيه ريد باك ويكون فيه صدى في التعليقات والردود، وبتقدر يعني في اي لحظه انت دخلت حتلقى الماده اللي انت نشرتها موجوده. نعم والثوره السودانيه ما نجحت الا عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق الصحفي الشامل، هو اللي بيصور، هو اللي بيمنتج، هو اللي بيعد، هو اللي بيبث. ما شاء الله.